نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى تيجي ننفلي أدفار مصلي كتاب يكون آيان تختمون يلون أختان يغوطوا في شرح الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي إمام الحرمين الجويني رحمة الله عليه. إذن لعل اللي يغوطوا من باب الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، وإجماع خاتم أمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على الضلالة، والشرع ورد بنسبة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقوله وفعله وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ظاهرة وسكون الباطنة عنه. طيب، إذا الجويني رحمة الله عليه في هذا الباب تحدث عن الإجماع، وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة. إذن المقصود ننتي مصدر مهم جدا هاجلخو الإجماع. إذن كعادته الإجماع لقنا تعرف يخر تعريف الصلاح ولم يتطرق إلى تعريف اللغة، يعني دائما هو هكذا، أحيانا يتعرض للتعريف اللغوي وأحيانا لا يتعرض له. لا تعرض له يركض سسوات الإجماع كخطبهم. المقصود بالإجماع هو قارن المغمب سلامي انتوانا خورون جوغنا محجم فوبه كم إجن ميكو تحي بيغان يا بيغان بان هذا هو الإجماع يوها وإلنا بانغان بوقت. المقصود بالإجماع عند الأصوليين. طيب، حكي كلمة الإجماع الأصل اللغة الكارة هنا تطلق على معنيين. أصل أصل كي كنقول إن هذا كوف مندي يوخا ما لا نكوف اللي بين المشهور لغة ممكنة لمعنى الإجماع ما لا فهم مليخا العزم على الشيء والتصميم عليه. فالله قتي إذ أجمعوا أمرا بمعنى نمبك فند بل نمبك فند بل ما لا في لنك أقرب إلى المعنى الإصطلاحي آجن على الاتفاق. الإجماع بمعنى بمعنى الاتفاق. لذلك دائما عبر أن أنا وصول مبني كتعرف لي في الإجماع ما نخرجنا على الاتفاق. إذن أما من حيث الاصطلاح وتعرفكم كي لعل كتابك هو وقف مهم دائما مختصرا، يعني كثير من العيوب كثير من الأمور وكثير من القيود أغفلها لعله يقصد الاختصار، وإلى تعرف يكون سواتها تعرف كي النقص تعرف ناقص جدا. أكد من نخر فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. بعد ذلك ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. إذا كلمة في الشرح جيد يخطقها أكنت مثلا الإجماع اتفاق علماء العصر بمعنى كيسو وغطوة كنتوا على العلماء كانت نعني به الفقهاء، ولكن المقصود المجتهدون الذين بلغوا درجة الاجتهاد. بمعنى ليس كل عالم يلتفت إلى قوله أو له اعتبار في الإجماع. الله ينسى سواء زي الخور خور خور الله ينطبب خور خور في باب الإجماع وهذا سنة. لا بد أن يكون عالما في شريعة ويكون قد بلغ رتبة اجتهاد. إذن وهؤلاء طوالوا بين في مرحلة الاجتهاد
كم ساسوات كيو كي غنا ميكم كيدي كم على حادثه حادثه كي كلمه حادثه قلنا في كرباي كانه على الموجود ليس اجماع ولكن حتى على الموجود اجماع بمعنى قد يكون الاجماع على حكم حادث ولا حكم غير حادث لا 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 ينفي اذا بناء على ذلك مؤاخذه كما كانوا قاعدين على حكم حادثه طيب حادثه ليس كل حادثه ليس كل حادثه انما الحادثه الشرعيه فقط بمعنى الان توارون شغل المحكمه مثلا كما هذه مثلا لغويه مثلا بلاغيه نهويه صرفيه هذا ليس ما يجمع عند علماء الشرع بس ليست مساله شرعيه بمعنى الاجماع لا بد ان يكون مساله شرعيه لذلك احسن تعريف اقل بص وكتابه هو بيجي تعريف كنا ننتهي هو اتفاق مجتهدي العصر اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر شرعي بعد وفاته على أمر شرعي أولا اتفاق بمعنى ما توارو كوسنا محكموا ديغا بانيك كما بمعنى توانا خروب ديغا نيغا كما بانيك انا بوكي باكيتا اغانا جبل كي صوت هذا ليس ما يجمع اتفاق دول الكيان بمعنى لا بد ان يتفق كله لا يكون هناك احد يخالف على اخرين متى ما وجد مخالف واحد فقط كنقو اتفاق ده هو اجماع اذا الاجماع بمعنى اتفاق ده نقطة اجماع عمتو كلمة الاتفاق على اختلاف بينهما قضاء تيمم بالليان إما اتفاق أو اختلاف وغير اختلاف جمهور تأخرى فني أدخل السيد ما لا تقوم جنه إذن المجتهد العصر هنا نص على أن المقصود بالفقهاء أو المقصود بالعلماء هم فقط المجتهدون إذن توارون بين الجوفة درجة الاجتهاد عند كنيا أنا أخا من أمة محمد أما من خارج أمة محمد لا عبرة به يرات بعد وفاته كان نقطة خيرة نقطة مهمة جدا فارم برانتاه هناك مسائل أخرى مسائل كثيرة جدا فارم برانتاه خلاف من تكمل يعني الصحابة لو اتفق على مسألة في حياة النبي لا يسمى إجماعا بمعنى لا نتكلم عن الإجماع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذن في حياته لا يوجد شيء اسمه إجماع على تعريف الأصولي على تعريف الأصولي وإجماع جهة فلا بد أن يكون على أمر شرعي إذا ما يقف مسألة كذا كمان هي مسألة بين شريعة مسألين أما لو كان يدل على المسألة جاران دي مسألة جنبا حتى مسائل لغوية نبية وهذه الأشياء هذه كلها لا تسمى إجماع عند الأصولي مثال إنسان سؤال فارن كرفل صحابي المحكم ننتي أبكر ننتوري فارم بل الخلاف أمر الشرع ثم اتفقوا جميعا على تولية أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاتفاق يسمى ماذا؟ يسمى إجماع هذا الاتفاق يسمى إجماع أولا الذين أجمعوا هم علماء بمعنى توقعين المجتهد العمة في ذلك العصر في ذلك الوقت ثم كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان لأمر شرعي إذا كان إجماع كان إجماع إذن وكتابه يفهم الله الإجماع كأجل تعريفاته وإجماع هذه الأمة حجة وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلال والشرع ورد بعصمة هذه الأمة طيب الإجماع دليل خاص بهذه الأمة فقط أما في بقية الأمم لا بمعنى الله فارن ينظر يا أخرتك لا يمكن أن يجتمع على خطأ على الضلال أبدا لذلك قلت وإجماع هذه الأمة حجة بمعنى فارن ينظر إذا أنا ميكف دقامي سكم كان دقام يكون حجة قاطعة لا مجال للتشكيك فيه كيف الدليل للدليل بيدل على حجة الإجماع طبعا هو يكتفى بالحديث حديث الكافي قلتي لا تجتمع أمتي على الضلال
إذن كحديث الساسواتيا حديثك طبعا تكل ما في حديثك في طرقه يخال بارنتي بمجموع طرقه حسن بمعنى قول لي أن حديثك كمل. إذن أتكي حديثي سواتي آن كوين الفارن ممتوني أختص بهذه الخاصية بهذه خاصية أي أن إجماعه حجة حجة قاطعة حجة قاطعة. يخال ثمة أدلة أخرى على أن الإجماع حجة أي كيف ندل بيني قالوا إجماع باتي دليل مشهور جدا وإمام الشافعي أول من استدل بهذا الإجماع أجره الآية في سورتي في سورة النساء أجد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا فاية كيسا سواج وجلس الله أتو ومن يشاقق الرسول تلما أنا فار الله أنا سور فبل لدم بنغندن كم بلت ويتبع غير سبيل المؤمنين بمعنى سلام يمكن لك أن كبه أنا كن كله رجاء أنا وعلى غير سور أنا كله تلقوا في كن كله. إذن أنا يعنى كذا يعنى أن بتعنى سلام مو أنجوسو أنا كون سلام مو أعتقد كم حجني أنا كون أنتي سلام مو ما إذا كبر كم ما إذا كبر كم حجني. إذن كم بركتان كي لا شك أن الإجماع حجة أن الإجماع حجة. التقوى كتان كي مشكلة بيجانا وجدا عند بعض المسلمين سروبين أنكروا الإجماع أنكروا الإجماع وإلا الأصل كان أن علماء المسلمين لا يختلفون في الإجماع. أنا أرى كده بسنوه في كتب الأصول الإجماع كان أنه حجة صرف ربي أردتين أنت أفنى الإجماع لأن نكع كني النظام معروف سنبه قلي النظام أطول قدير كان معتزلا متكلما هو أول من أنكر الإجماع. بعد ذلك الخوارج أيضا أنكروا والشيعة أيضا أنكروا. الشيعة معروف أن تكونوا يعني ما نقول دقائق بلّي فتنسوا دماء الحجة بناء على ذلك ينكرون بناء على ذلك ينكرون بمعنى يكون لماذا أنكروا الإجماع يكون أنت الإجماع غير متصور أصلا بمعنى الإجماع كما يقولون أنت دو أم كده أرانت كده توانون تسونا وقوم مسألة بعني كم إتكين كده كم توانو غني لكم توانا سوى دونا سوى anda mau antara tujuan berkesenangan, bila ikut walaupun arah yang ini maga, nanti boleh ke arah yang ini. Baik, idang ketika mengikut sasa wajah, kisir minal kitab muasirin, sekebiha minal kitab muasirin, yaha idang ketika mempertengah, nanti ijma ke lam yaka, illa annahum baduhum yastathnuna al-masai al-ma'lum minal din bil-darur. Masalah ke wujub al-salam, ke tahrim al-zina, ke wujub al-zaka. هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة ثم العلماء أجمعوا عليها. إذن أقول أن الدين يقول فنو مثلاً تواتهم الإجماع تنبتهم وقع كيف نسير بين دقام مجانك يا طوام قدر دكتور قطسان معروف الكتاب المخل مصطلح الإجماع وإشكالياته عند الأصولين وينهى هذا المنح وغيره أيضا كثير وغيره أيضا وغيره أيضا كثير وفوق ما خيطوا يعني إمام أحمد دقام يقول إمام أحمد رحمة الله عليه دقامي قرن دقامي مشهور جدا ما يتعلق بحجة الإجماع يوحى دقامي كيف سيبت أرقوة فسك أرمي عبد الله أرفل في مسائل إمام أحمد إمام أحمد دقامي وكذلك عدد من طلابه يسر في النتي إمام أحمد تيا من ادعى الإجماع فقد كذب من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلف لعل الناس قد اختلف بمعنى سريبي قال اجماع يا متكو نتك مثلا مجمع عليه نتا كمان قال اتلو يا سرون مي سوحاكي انا غدت على يا رب سرون مي سوحاكي انا غدت على كل امام احمد دنك تجامي صحيح انه قال يخدجاريكي اتوقعتي اولي ادامانا أنا التأويلات دي بيني قرا فتنة كن دي قامي كيف 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 يعني لا يسحب المقام بس إشكالية دي قامي إمام أحمد دي قامي كي في حقيقة الأمر ليس إنكارا للإجماع بس كاتيا من ادعى من ادعى الإجماع. إذا إمام أحمد ما أنكر الإجماع في حقيقة الأمر إمام أحمد دي قامي لعله ينصرف إلى الذين يتساهلون في الدعوة
في ادعاء الاجماع وبين الاجماع يعني قائم غوري كده المساله جابوا في الاسكيا كمساله مجمع عليه كمساله مجمع عليه ثم تجد انه ما حدا باقواله تنقد العلماء وبالتالي امام احمد قالك لعله ادغامك كتكيا ما كنت يقول قرات ادغامك ان تكون مفارنت عبد البل ما بعد تنقد القرون المفضله كني كتك يمتل لسواك السمكي سلامه جاكي بارتو يمتل ما يغبو كتك يعني كثر العلماء في اقطار الارض كتك اسكي انتي سو ديان كنن كما مسراكي با بعد محمد ولا هذا خوي ابن تيميه رحمه الله عليه أركوي كتاب النقاتي والذي أنكره الإمام أحمد دعوة إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعده وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين إلا بعد القرون الثلاثة بمعنى ابن تيمية كان والنتي إمام أحمد قال أصوله قرون الثلاثة كفل يعني في أهل الصحابة عنود ابن حزم أجل الإمام أحمد كان بيجامي وطو أكون تندي يا مغصير بس أكن ولا نتيجة ما نعرف صحابي من بعد ابن حزم والظاهري لذلك أجل الإمام أحمد يعني الإمام أحمد بيجامي كوري أكون تندي يا سري أتي وقد صدق الإمام أحمد ولله دعوه أكون تندي مغمد خارس سنة يعني أنت تدوس صحابي المبوكي المقصود كما سلاسة سوقات وانا تفكي مسألة كما أجيال من قبل أسلحة يعني موقف إمام أحمد من الإجماع الصحيح أن الإمام أحمد لا يمكن الإجماع ولا يمكن حجة الإجماع بدليل أنه ثمة مسائل عديدة وكثيرة جدا نجد أن الإمام أحمد ذكر الإجماع واحتج بالإجماع وعليه لا يمكن أن ننسب إلى الإمام أحمد أنه ينكر الإجماع إذن كيف التوفيق بين قوله هذا وبين عمله توفيق يا منخ ندم إمام أحمد أدقابك أنت أكبر إذا تساهل الدبر إذا ينقلون الإجماع ما عندهم باحت بأقوال العلماء لذلك أخوة أي كيف أدقاب النقيون أتي أنت لا أعلم خلافا دي سوقراتي أنت لا أعلم خلافا يختلف عن قولك أجمع هنا أنت عندي نفيت نفسك الخلافية إذن يختلف ما كان عندي إمام أحمد بدامك التفسير البوسري من التفسير في ابن تيمية قد بدامك بمعنى بعد الصحابة أو بعد التابعين أو بعد القرون المفضلة بس ابن تيمية قد بدامك يقول من نخا تتبع إمام أحمد نقص إمام أحمد نقل الإجماع لا يعني إجماع الصحابة أو إجماع التابعين أو أصحاب القرون المفضلة أو أصحاب القرون المفضلة على كل حال كما سألكم تزقون قرق خلال المفضلة توانينو غن يكوي كده من يوم غن أنتي الإجماع الأصولي عبارة عن خيار ليس له وجود في أرض الواقع بمعنى هذا والطرق المقرر عند بعض المؤلفين خاصة المعاصرين نتكون مسلمون غير إجماع كبيكم نتدفاع مجتهدي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر شرعي ننتكنسى سواجها ننتكن كتير تكتدو كيكيدا وفوان لو غاخنا كده منه يعني تنظيرا وتحصيلا أما تطبيقا لا يوجد إذا إجابك ليس بعيدا عن قول إذا توقع النظام وحاول الذين أنكروا الإجماع ونفوا أتوقع وجوده ووقوعه يخطط قوانا أنت لا شك أنت إجماع حصول الإجماع في عهد الصحابة أيسا بكثير من حصوله في عهد التابعين وهلما جرى يخطط توانا أقول أنت إجماع كم خلق أولا قبل كل شيء علماء كتبوا كتبا في الإجماع أنا أرى يعني كتب المطولات منه كم من مسألة ينقلون الإجماع إذا لا يمكن أن توقع وغير أن يجمع رجع وغير أن تقول إجماع لا إجماع عيدو في الحقيقة عيدو بل وأنا أقول حتى وكيك بل وكيك كل إجماع من يجي وكيك أنه حق تجس بس الآن وسائل النقل متوفرة وسائل الاتصال متوفرة ثم عندنا فايس السواج جمال السوار توارو خو بين جاي عادة تجين دوين توارو بين وراني خل كتيا توقع دي وراني خل كل توقع لي ودم مسائل خورونا يدو توامنا مينو يعني جمال السوار توارو خو خورون تجين دوين وبالتالي كنت توارو خورونا مينو قم به
وأجمع ولا مسألة معينة، فيمكن أن يسمى إجماعا، وإن كان للمخالف أن يقول من أدرك أن هؤلاء هم فقط مشاهد الأمة. قد يكون هناك مشاهدون لا أحد يعرفهم، لا أحد يعرفهم. على كل حال يبقى أن كمسألة، مسألة الإجماع مسألة مشكل نوعا ما، هذا وقوعه خاصة في هذه العصور المتأخرة. طيب إذن أما إجماع كنا كده كان بدون شك حجية، بدون شك حجية، أما خلاف هؤلاء لا 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 عبرة بخلافه. لذلك عليك مسائل مهمة جدا كلها متعلقة بالإجماع. مسألة فنعتي والإجماع حجة على العصر الثاني. بمعنى كيلو كيلو في الليل سابن كين سواج إذا أجمعوا على مسألة معينة سابن إن الإجماع ده مسألة بكم كين إجماع يبقى حجة إلى قيام الساعة. بمعنى سربين إن سابن بل لا يجوز له أن يختلف في هذه المسألة. قال يقول في الجاهدي وفي أي عصر كان هذا قال كده حتى تسو يلاقيه في أي عصر كان ردا على الظاهرية الذين يرون أن الإجماع حجيته ينحصر في إجماع الصحابة فقط. يخصها أن الإجماع متى ما حصل ومتى ما وقعت في أي وقت وفي أي عصر بشروطه يكون ماذا؟ يكون حجة، يكون حجة. مثلا في اللبن رحمة الله عليه عجدي ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. كمثلا كنت مسألة مشهورة جدا عند الأصوليين مسألة كتقول منها إنتي مسألة انقراض العصر. بمعنى ساسواتها متى يكون الإجماع حجة؟ مثلا سيدة كما يتوانا ومخر مشاهدون إرمي يدنقر ساسواتها إرمسلا وقيمي إسو يتفق على المسألة اسكي كان اتفاق يعني حتى كده من ذلك الوقت إجماع يكون حجة مع أي نسوانكر انقراض العصر كوري منه بيوانا يسوكيه غني بس يقول لك يقول من أنت بس على ونيانا لا تخبرنا على يدن كتفل لا تخبرنا على يدن كتفل يخاد كمشكلة كن سواجا أنت وفاة جميع المجمعين كن مشكلة بيقانو كن باتي وغانا كن يشارت في الإجماع إجماع كده مدرة لانجي مانجي إجماع قال كده مدرة لانجي بس يقول سابن انتين ساسواجا إذا إجماع يمسلا بكم كات صاحبين كسوغا نيمي تابيني تابيو تابيو خورو بيغار كون كولدي كون جاري كتاي كون خورو مي خاغان مجتهدين اينا كوسو مي نيكي صاحبين كون راني يمر كمبر كون ني اسم بن بدا مان كتاي il faut kun ka digalon kun ka ba bima il faut kun ka ran yeme ya idan ki yu ki yu kuro mero kuno ko kun do wa ba ga ri ba afa ko de kat ya gadi fa in qulna inqirad al asr shart يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الإجهاد فله من يرجع إلى ذلك الحكم. مسائل في اللي انقراض العصر خرول أنت ما معنى انقراض العصر وفاه جميع المجتهدين وفاه جميع المجتهدين أيوة بمعنى مشاهد من سبب مثال سسوا وتن مشاهدين ومن نقص سسوا كم مشاهدين إلمني مكة وأجمعوا على مسألة معينة. ساسا نورمال ما والصحيح لن تجد إجماع كده بالنون ده إجماع صار حجة عند الناس يسبح أسوأ. يخا هناك قول آخر يشترط انقراض العصر. كان قوله لما نها إجماع كانت من حجة ما كنا نجد إجماع كده مسبقا. أنا يبان سوي اللي بقى كده من كم مسبقا كرر أي بان سو أكل 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 يدعى بك أكل من عندكم كيس عندي طلب خلفه إذا نيتوك بره لم ينعقد الإجماع بعد إجماع كم تم مخص إجماع كم تم الكان حقا أي سكان كار حقا تم من إذا كان لقى يدعى بك يبقى كار يدعى بك أكل ما كم بره كان إجماع نايا حجة. إذا وقنا كقول سواج قول ضعيف. لماذا؟ بس كان انا كيف قصه سواجا وندا مثال لك صاحب نكي صاحب لك قد صاحب لك انت بيغا كر عدد كلا كر 110 ما حد قدوا اخر من توفي من الصحابه انس ابو الطفيل 100 وكم 110 طيب خلنا 110 اذا لم تخون الذاكره اتوم ابو الطفيل 110 اخر من توفي من الصحابه كنت بقول
مياواشرا كيسا سواج كات مياواشرا كان تابي بيك ساري كن نو كن خور كن يتوانا خوري اك بري ما كان كثيرو اذا سلاسكو ساري كن نو كيسا سواج اكا كيفين اكا كيفين اكا يتوانا ان اغنالي ان الله يسوخ انا انا ان يسوخ تا فين دين نو كو اجماع دين اجماع دين اسوغ دي اجماع دي فوس وانا ميفا اذا لو خالفه خلاص يبقى لم يصير هناك اجماع. لذلك كما سألكم سواج مسألة انعقاد العصر هذا المس كما سألت سواج مفاده إلى عدم انعقاد الإجماع إلى قيام الساعة. وكتابنا كيف يقول كاتك الإجماع يا سواج؟ أجدي فإن قلنا وسألوا جنات مثلا اعتراضيا وهذا القول موجود وإن كان هو لا يقول به ولكن هذا القول موجود فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر إذا قلنا شرط حينئذ يعتبر قول من ولد في حياته كمين كمين كحالي بلد كمين كتوالا كمين كمين ينبقى ناكم تخبرين سنسكونا ساري كمبرين كنو أنقذنا أخرى أنقذنا أبتوه أنقاد كتان قولك يعتبر إذا خالفتهم خلاص ما في إجماع لأنه وجد من خالف بس أقول لك إجماع نقصه لا بد أن لا يكون هناك مخالف بس الاتفاق هذا توقع الإجماع أدوان لأن المخالفة بينهم التضاد إرادة مين إرادة مين إذن اسمه أنا أعرف كيف كده فلقة فيها ها دولا فوق كيف كده على كل حال كل مسائل مسائل في إجماع وهي مسائل مشهورة جدا تكاد لا تغوك أنا قلت في كتابين في كتب الرسول إلا تكلم عن هذه المسألة طيب كم بلاتي والإجماع يصح بقوله وبفعله وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسقوط الباقين يرى أشار إلى أنواع الإجماع تقسيمات من الإجماع كفر تقسيمات من إجماع عندهم بمعنى الإجماع تقسيم فرن من نخا إناتي الإجماع النطقي من نطق النطقي الصريح كان قتل يصح بقوله الإجماع النطقي الصريح كإجماع ساسوات وغيرت كمين توانا وغير ساسوات كمين كتوانا بارسونا تي مثلا سيكريتين أحرامون تير بارسونا كوتيرك ونام لان سيكريتين أحرامون تير بعد ذلك قلت أجمعوا على تحريم السجارة إذا هذا نطقي كل واحد نطق كل واحد نطق وهذا هو الأصل إذا أطلق الإجماع وإذا أطلق الإجماع إذا إتنكلم من على الإجماع النطق الصريح في اللي نكلم منها الإجماع الفعلي الإجماع الفعلي بمعنى يرسى سواك توانوكم يعني قاعد نيجي أخذ من سفر إنما يقول لي أمورا كم توانوكم يعني قاعد أسس يقول لي كم إذا يقول لك ما خبوين نقول لك تغنتيا إذا أجمعوا على جوازه أجمعوا على جوازه مثال فقط كيف موسى سواتا مثلا خوصا سواتا سلامة أمبرية أنه خوصا سواتا تاريخ الهجري يبدأ من متى محرما دار الهجري يبقى كيف قول ليس سواتا من أحد عمر أرسى سنخنا توانو أسو قول لك يا كم إذا يعتبر ماذا إجماعا عمليا لا نطقا ما كان عندي مثلا يقول عقد الاستثناء بمعنى فبدا قصا سواتا النصير موسو نندرا فوتا كندا انا تغير كندا قصا سواتا اذا نقول تغير كيف كندا انا خالص كني هذه تولي لنا هذه في يقول لنا كنا كم كنت كم هو قصا سواتا سواتا توارو شو سقول لك كم من ابراهيم لو بعد سوا دي كاميرا اما خبر تغاندي ما اتو غاد توغي ديبر دي ما سوتا ديبر دي كيمي دغ اذا دي سقول لك كم كده بعد ما يكل كذا يسمي بإجماع إجماع عمل بمعنى على هذا جرت العمل عند العلماء سلسل مخصوخين بس اكسر بعد ذلك كذا كما سوخ كذا كم بل كذا يجي أران تغيانا أران تغيان إجماع إذا بعد ذلك إجماع سكان لكي أران قول يجتي وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسقوط الباقي نمو تغفلك يسوس واحد يسوس كان يقول لك كم
ميس سكان عجلة إنكنا إجماع سكوتي بمعنى كما توانا رومخ تنكر كيسوتي سيكريتين أحرامون تير إتجاه ما كيف كتوكو يكور إمسف يكور إمسف بوسيط إتجاه ما كيف حتى تجيل كدن غيرا إخراج مثلا إذا فاين كم إذا سفنا يو حيدو كوري كم سفتا إذا جو كوري يكون ساسا وجا ورا تي دنيا كمبر ورا يقندي سفن يقندي نتكو بخر حرام ديا كمبر ورا تي علي جماعه سكوت سكوت كي وري منخ دي ما اسوم سف يغني انت في غدو كو يغني انت في يغني يغدو كو اذا كيف كان علي جماعه سكوت كيف كان علي جماعه سكوت اجماع سكوت كي لا شك ان ديغا من دبا كما هل حجيا او ليس بحجه بل انا ان كتي بان كتب الاصول الانيه حكى اكثر من 13 قول في هذه المساله يغناتي يغناتي حجيا انا فاهم يغناتي ليس بحجة ولم يهم على أقوال فيها كثيرة جدا يقال مشهور عن الإمام الشافعي عيب دقاء من نقبه من النمو كان يقتي لا ينسب إلى ساكت قول بناء على هذا ينسب إليه أنه لا يرى الإجماع السكوت حجة لا يرى الإجماع السكوت حجة يقال طوال فوق بداك بكما كان ينتي ننت حجيا parce que listening en kebe to an to pour no fo kamma kengal garia igal ga dumen nan kula kamale di pour fu kamma bi na wona ko golle ke sante ya dumen de ko khana ko golle ke man digana ke ghayru sahih to an na ila kurna kamma itla hada mustahil to an kendebal to an kendebal parce que adan en kebe la yaskutuna abadan an bayan al haqq igana to modo se fe إذا نقول لك يدل على ماذا؟ يدل على رينا أما إمام الشافعي عندما قال لك لست كنتي يخدر لك أن يبلغ سنعي فيه إذا أقول أقول تمنى أنا أقول فوبيا ألغي لك نوع أرى أكون عايفين أن تكون لك مسألة هنا مسألة مشهورة جدا مسألة العول في الفرائض مسألة أول ما حصل في عصر عمر رضي الله عنه عمر عرعون عفلا عرعون هو أول من قال بالعون بمعنى بعد ما أخذ أصحاب التوم هذا الفهود كنت إلى إليه إلا المكتخة بعد ذلك ابن عباس بخوره أرنكر نفر أبري إتنا عنك عمر كي أنت عمر بن يكون عد عمر كان رجلا مهيبا فهبته عد عمر بن قدوني يكن كان كيف بعد عمر يمسك عمر كي إذن كان دليل أن أحيانا العالم قد يسكت لخوف أو لمصلحة معينة بمعنى أقول لك أنا أنت فوق بي أقول لك أنا أخذنا يخا أولا هو ما ندر في المسألة أصلا بمعنى مسألة كيف أما فايا فينا إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي يذكرونها في كتب الأصوليين ننتي كم ينسبوا بسا سوا تقا كورو أنا أقول لك ليس رضا بمعنى كورو يجفت عن رضا كورين جفتي أدريدا أتوقعت أن أنت أتوقع الإجماع السكوتي حتى لو قلنا بحجيته فهو أدنى من الإجماع النطقي بس الإجماع النطقي كان أتوقع قطعي بينما كي أتوقع دلالته ظن دلالته ظن إذن وقد أقول كنا ونركت مسألة لعل وانا درس كتكت كنا عاقل خو قول الصحابة قول الصحابي أغير كتب في كتب الأصوليات فتوى الصحابي قول الصحابي عمل الصحابي وصول الباني وصول الباني بمعنى الصحابي مولي يلعب من الصحابي مولي قال دليلا يا با حجا يا با صحابنا نفوق الورقة وقاك الصحابي مولي كده مولي كده هاته يرى أشار إلى هذا أكنتي وقول الواحد من الصحابة سربان قال صحابين كنا أدقان ما قل لي قد يكون قولا وقد يكون فعلا وقد يكون فتوى وقد يكون فتوى إذن هو ماذا قال يقول ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي قول القديم حجة بمعنى القول الجديد والقديم قال هل يندقوها ها؟
ولا قول جديد قول قديم من دوكو قول لا قديم أصحاب المذاهب الأربعة الشافعي يمكن عنده قول الجديد وعنده قول القديم. قبل الذهاب إلى مصر أنا فوز بين قول القديم أفضل فل مصر لا بين قول الجديد. إذن جوين أنت أتي شافعي قوله الجديد قول الصحابة ليس بحجة ولكن قوله القديم حجة. لا شك أن في هذا النقل فيه نظر فيه نظر. أولا قبل الدخول في تفاصيله الصحابي معروف هو الصحابي وإن كان رسول الله التعريف يجي معه التعريف يجي إنسان دوا بغني في الصحبة لذلك لا نقبل من لا نقبل هذا التعريف يو خير التعريف يرد فوقك يكون التعريف يرد بناء على من الصحابة يكون قوله حجة. لذلك هم يشترطون طول الصحبة وطول الملازمة. عند المحدثين إن هذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلله بردة إيش قال سمي بمعنى أن يرفع عند من لما مؤمنين أن يتكلم أن يرفع منه أن ينصحك خرجنا من الدبار خرجنا منكم وهذا صح. فضل الصحبات على كده يخوصنكم ويكون تعرف فيه فيكب فيه أمك سهل كيف يعني الفار ملازم بس كلمة الصحبة كيف إيش يعني يكون تميوا متكلم عن كلمة كلمة عندك أنتي أنا أنتي سير بصاحبي كم يا كيف عندك عندك تلدون خلنا سير أنا مين من خد فين يوها ما يتلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن كل من لقى النبي وهو مؤمنا به ثم مات مؤمنا أيضا يعتبر صحابي. أما طول الصحبة كده طول الملازمة كده وصلكم قال هذا ليس صحيحا وإن كان وجهه بيجي مخا كان يكون ولا نتكون صحابي بي وقارت من كتاب النغس كتب الوصول وقالت قوله حجة كم بيت صحابي بي نفارن قرد أولو من البانا قرد فلق وقرد بس كم يطوان إذا لو قلت صحابي بي قوله حجة وانتو صحابي بي أقرد درين يا نفارن بكين أقر حقا قم يا نفارن قرد درين هذا قدل هذا قدل إذا كنا كنا فوق بيقول لا شكرا دي أتوى قدي لسلنا أجرام كرام. يو حاكم كتفرق بين الصحابة وصولهم وإن كانوا كنيا كما ولكن الأحسن وإن لك المحدث نبو التعريف كنيا كما أنت صحابي أنت صحابي. طيب يلكم تسويتا أري كدير ما تلق بالصحابة يو حاولا لك تصولهم أنه تفصيلي أنا يقول الصحابة تفصيل بيغانهم إنه الصحابي أنت بيغاني بيكم ما فتوى ما مذابهم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه بمعنى الصحابة أن تقاميكو كن تقامي حق لروحة كن تقامي بمعنى كن تقامي كن تردني أن تقامي موت فعليا بس الصحابة أن تقامي سنجلي سنجلي مخيو سنجلي كن حق لروحة سنجلي سنجلي مخيو كدو سنجلي هو هذه عبادات محض. إذن لا مجال لرأي فيه. إذا صاحبنا فوقس من هذا القبيل إذن كان له حكم الرفع كان خر صاحبنا دفاري على الكفارين دقام يجبو دقام هدى من كفارين صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا يدخل في الخلاف لا يدخل في الخلاف كان له حكم الرفع. في اللبنانية أقرأيكم صاحبك دقام يجبكو الدقابك له مجال للرأي ومجال للإجتهاد ومجال للعقل. إذا كم من كن كتاني سهاد من الدقابك والدقابة بحقل اللقارو سمع اللقارو كن دقابينه دروقتين بلاس إن الدقابك إنه أنسا سواتها كن دقابة طوارق الدقابك التقن في اللي إن الدقابك لا يأخذ إما أن ينتشر أو لا ينتشر الدقابك لا سكت digame kida la sanki sabu ko tusu isurmu sirasum ser ken tokor man ken di wa sokoti o yele kat di wa sok dore sahabe ke adigame ke asanti sirasum kida sabu ko no xiga digame ke naken ken sunni abada sunni ijma sokoti tayib amma agane sahabe ke digame ke asanki
سعدان بن مخالف. اذا هناك خلاف بين الصحابه في المساله. اذا كي خطر المساله كنو بس كيسه سواتي خلاف لك سابر انها هنا نحتاج ان نبحث عن ادله خارجيه لترجيح احد القولين. لترجيح احد القولين. اذا نقوم ب وغلط قول الصحابه وغلط نقطه كم يا كم لم ينتشر. سابر نقول الدقامه كم سبت؟ الدقامه كم؟ ام سبت؟ ولم يعرف له مخالف. بس اذا انتشر ولم يعرف له مخالف سمي اجماع سكوتيا. اذا علم له مخالف هنا رجعنا الى الترجيح. اما اذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف بدافع كلمه النبات قالت فتوى الصحابه او قول الصحابي او عمل الصحابي او عمل الصحابي. اذا انتقامك في الصحيح ننتهي حجيا عند الائمه الثلاثه مالك ابو حنيفه واحمد. الشافعي فرق بين القول القديم وقول الشديد. بعض العلماء شككوا هذه النسبة إلى الشافعي. هو ابن تيمية ابن القيم يقول لا الشافعي يرى أن قول الصحابي حجة. بس قلت الشافعي لم يقول بأنك الشافعي أن الشافعي يرى أن قول الصحابي أن قوله الجنة ليس بحجة. يقول أن دينجرا تنتو أن كتاب النقو على صحابي بقام التي ويناقشه ثم يأخذ قول غيره. ويترك قول الشهادة ويترك قول الصحابي. بناء على ذلك اتي في قوله الجديد لا ياخذ بقول الصحابي. ولكنه هنا ليس لانه لا يرى حجة قول الصحابي لا ابدا، ولكن لان ثمة ادلة اخرى ظهر له هي ارجع. بمعنى كان يصب على كتابه قادرين على كتابه كستمبل. والا انا اذا كتب كتابي كالاخرى هناك من العلماء من تتبعوا وجدوا في اماكن كثيره جدا يحتج بقول الصحابي. خو امام احمد رحمه الله عليه وغير كبير، بل هناك كتب ورسائل وبحوث نات امام احمد يعمل بالاجماع واستدل بالاجماع في مسائل عديده جدا وكثيره. وهذا الاستدلال لا يدل الا على انه يرى حجيه الاجماع، انه يرى حجيه الاجماع. وكذلك ايضا شافعي قد قل لتسامي وقل لقاه نقبه دليل على انه يرى حجيته. احيانا الله الترجيح يغلب او لك ان انت صاحبك الكلام ان انت حجيان، انما لظهور ادله اخرى لك جعلك ترجح هذا القول المغاير للقول الاخر. على كل حال هذا ما يتعلق بقول الصحابي. كذلك انت من وقع قول الصحابي حجيان او لك كل اللي انا كمتي نقدم. بمعنى احيانا ساساواتا صحابي انا كل بدر كم قول لي ساساواتا فارم ما دبر ما فارم سبا كم صحابي كم قول لك يبال اس كاو ينسبه هو هذا قول لك كم قول لك جابي دولا كم مثال انسا سوا من الصحابة الاسم ما ناسا الموقوقا با ارتريني ايتي اس كي او تلسل النم من انجي انت اتان تتل اتي دي انقات ذلك الشر يجي ننجي انجي انت نقول فارم من نيابو حيجي امال اسك انت حديث كنو حيجي امال. إذن يجيك يرسل ثبت من قول من؟ من قول الصحابي. اسكي بناء على هذا وراي ننشي جدا يجي وراي كبنا بناء على قول الصحابي هنا. كيف لا؟ إذا طلب بحجة قول الصحابي نعم. وهو الصحيح. يحكي يسوس كم من قال؟ يقول لك القول كبنت كلا. قول الصحابي متى يكون حجة من أهم الشروط ألا يخالف نصا. ألا يخالف نصا. بس الصحابي اللي قال لنا النص كيف جوكا خلاص. سنة اللي قال النص بمين؟ سنة اللي قال النص بمين فين؟ مسائل على كل حال مسائل متعلقة بالصحابة وصحابي اللي لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد داغر خور بين يدنا. أجر سؤال اللي بين يدنا. أنا قد داغر بين يدنا. ادو يعني شريان شريان لا يعني جو ما قد دكتا هي خي قال يا مو بلا شك انت يدو سيرس دبا يدغا من فوق سيرس سيرس بس دغا يم لو دورو نخا كي تانكي حتى يم لو دورو كنا حتى وانا يوناتي الخلفاء الراشدين كون دغا من سير دغا بي بما الخلفاء الراشدين سير دغا بي سوق من الصحابه يدغا لو قدم تعالى نجي نيكو يدورو كتو كتو نخا كي تانكي نحتاج الى ادله للترجيح. على كل حال كون هذا مسائل رؤوس المسائل والا فلق من الفلق اخور كتاب مروج في اكمل
وراسكنا. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.